صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج استباحه، منورنا دايما في شاشه قناه ست البيت، ونتمنى ان انتم تكونوا متابعينا ومتابعين وصفاتنا على الويب سايت بتاعنا، لان انتم بتسالوا اسئله كتير بتكون اجابتها وصفاتها موجوده على الويب سايت. بنرحب الاول بضيوفنا النهارده في حلقتنا، شيف يوسف صباح الخير، شيف طارق منورنا دايما، امال ونرمين صباح الفل، صباح الفل، منورين الوانكم، كل الالوان النهارده ميكس اخضر في ابيض فوشيا في موف فوشيا احمر، يعني بدي كل الالوان شويه شويه. لا امارات ورد كله، وانت زي القمر والله. ربنا يخليك يا باشا، وانا مش حلو، انت عسل. طيب وانا كمان بما ان انا عسل هنكلمكم النهارده في ايتم ليا شخصيا محبب جدا، وهو ايتم زي العسل، السبانخ. ومن قراءتنا للاعداد لايتم السبانخ، الاستاذه المعده استاذه ريمان معده البرنامج عملت لنا لسته بفوائد السبانخ. انا حسيت ان انا يعني لازم انا اكل سبانخ بس وبطل اكل اي حاجه ثانيه. مضاد للاكسده، فيتامين سي، فيتامين بي، فيتامين كي، بتساعد على حرق السعرات الحراريه، لمرضى الضغط، لمرضى السكر، اقول ثاني اوميجا 3، حديد مش حديد، يعني تحسسك ان انت اهو. يعني انا الحاجه الوحيده اللي مختلفه في السبانخ انه مين ما ياكلش السبانخ؟ مين بقى؟ بيقول لك من يعاني من امراض الكبد والروماتيزم بس، مش الحديد غير كده. غير كده لا، والناس اللي عندها طبعا حساسيه من الحديد. فشاف يوسف النهارده هيبتدي لنا اول ايتم في حلقه السبانخ، وهتعمل لنا ايه النهارده يا شيخ؟ النهارده هنعمل كور السبانخ. كور السبانخ، طيب بالكريمه. بالكريمه تمام، واللوز. واللوز كور سبانخ بالكريمه واللوز. مكوناتنا ايه يا شيخ؟ مكوناتنا بصل مفروم وتوم وسبانخ مفرومه تمام، وكريمه لباني. طيب خلينا نشوف كده احنا بنفرم ازاي السبانخ دي. اول حاجه نعملها ولا ايه؟ اول حاجه نعملها. طيب. برضو احب انوه اقول للناس ان احنا الكريمه بتاعتنا بس توفيرا للوقت احنا سخناها قبل الحلقه ما تبتدي، فالكريمه دي يعني شبه ايه دافيه حبتين، مش كده ولا يا شيخ؟ طبعا. عندنا السبانخ هنفرمها ناعم جوليان اللي هو الرفيع خالص تمام، عشان لما تتاخد سوتيه نعرف نكورها. تمام تمام، دي اول خطوه. دي اول خطوه السبانخ وانا اخد سوتيه مع البصل طبعا الاول والثوم. واحنا بنفرمين البصل كده عشان ايه؟ عبات متصه تسخن نكون ايه جاهزين. هي الحاجات متقطعه صغيره كل الحاجات عشان ما تبقاش ايه، ما تبقاش مكلكعه في الحاجه، يعني تبقى دايبه في الحاجه. تمام. مال طبختي بالسبانخ حاجات قبل كده ولا لا؟ السبانخ ده حبيبتي جدا. بس انا دايما بطبخ السبانخ بطريقه مختلفه برضو، ليا لمسه كده. إيه بحط جزر، عمري ما عملت سبانخ من غير جزر. انت مره عملتي بصاره وحطيت لنا فيها برضو حاجه مختلفه، كريمه في البصاره. لا طماحل. الجزر يا جماعه بجد، الجزر مع السبانخ، الفيتامين اللي في السبانخ مع الجزر، يعني وجبه غذائيه متكامله وطعمها حلو بيسكر. نرميه. فدايما بحطها عليها. موقفك ايه من السبانخ بالبشاميل؟ حلوة بحبها. لا وكمان السبانخ مع الباستا او المكرونة بتبقى هايلة. يعني من الحاجات اللي انا بحبها. لازانيا. واللازانيا طبعا، وبصوص السبانخ نفسها، يعني نستغني بالسبانخ كصوص. شوف طارق بتدخلها في ايه؟ بتخش عامة في حاجات كتيرة، وممكن في ستافد بيف مع سمك مع فراخ، ممكن تتعمل شرب بردة، سلطات سخنة، سلطة السبانخ بالبلسامك فينيجر والثوم دي فريش، تطلع طعمها فول ممتاز يعني بصراحة. اللي من الايتمز اللي مهضوم حقها في السلطات على فكرة السبانخ والكوسة. يعني السبانخ تتحط في السلطة بس احنا دايما بنحب نطبخها، والكوسة دايما بنحب نطبخها برضه مع ان طعمها زي الخيار. بس تصدق حسستني بايه؟ حسستني ان احنا في امتحان. امال نرمين طارق ايه؟ ماشي خلاص بيختبر معانا امال الامتحان. طب احنا نجحنا كده لا انا بس انا عايز اعرف بس انا السبانخ انا يعني زي ما انتم عارفين لو السبانخ ممكن نتعامل اورينتال اكل مصري. ما هي في بالمشروم وفي بالحمص وفي بالرز المطبوخه العاديه دي، يعني اكله بتدخل في مليون حاجه ولها مليون فايده. طب خلونا كده نرجع للشيف يوسف ونشوف البصل الاول. البصل طب ماشي عشان تقول تبعيد. اول حاجه الزيت طبعا او السمنه. اول حاجه نفتح تمام. لا شغال بتجد. البصله بتاعتنا معلقتين بصل تمام مش عايزين انها تلون قوي عشان ايه اللون السبانخ بتاعنا نحافظ عليه عشان يبقى اخضر تمام. التومه بتاعتنا ممكن بس شيف بعد اذنك نبدل المعلقه بمعلقه خشب بس عشان الصوص. ماشي اوكي سليم. ماشي تمام. طبعا التومه بتاعتنا برضو مش عايزينها تتحرق، عايزين لونها يبقى ذهبي شويه مع البصلايه، يعني في حدود تقريبا 30 ثانيه للدقيقه نحط لا حسب سخونيه الحاجه. سخونيه الطاسه. بعد كده هننزل بالسبانخ تمام. واهم حاجه بالسبانخ نحافظ على اللون بتاعها. الأخضر يعني اللون الاخضر بتاعنا عشان
ما تموتش. تمام. حلوه عشان ما تموتش. عندنا عندنا كده يعني ايه اللون بتاعها بيغير. تمام. وشكلها اساسا مش هيبقى مقبول يعني. بيقول لك انا في نقطه كده كنت بقراها في الحاجات اللي الاعداد ظبطها لنا يعني عن تاثير السبانخ على المراه الحامل. مهمه جدا. بيقول لك مفيده جدا يعني اذا ما كانش عندها حساسيه من السبانخ مفيده لانه الست الحامل ده بيبقى عندها نقص في الحديد. مش كده ولا ايه؟ محتاجه هي اوريدي بتاخد حديد في الحمل. لازم تاخد حديد اكتر نعوضه بحاجات طبيعيه. عايز اقول لك انه من يعني عن خبره شخصيه كان في يعني فتره جات لي كده زي دوخه مش عارف الدوخه دي جايه من انيميا وكان عندي موتوسيكل وما كنتش عارف اركب الموتوسيكل من كتر الدوخه فعملت صوره دم طلع عندي نقص في الحديد. واخد بالك؟ قعدت اربع اسابيع طبعا اخدت حبوب يعني عشان بس قعدت بعدها اربع اسابيع باكل سبانخ يعني بشراها وعسل اسود بشراها غير طبيعيه. طب قلبت باباي ولا ايه؟ ايوه عايزين نحط التوابل بتاعتنا. هنحط ايه يا جد؟ التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا تمام اللي هي ملح وفلفل. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود ومرق الدجاج. ومرق الدجاج. بس كريم كنت عايز اسالك احنا كمصريين من ضمن عاداتنا الغذائيه الخاطئه ان احنا ما بنربيش ولادنا على انهم ياكلوا سبانخ كتير. هتلاقي مثلا نسبه كبيره جدا ما بتاكلش سبانخ. خضروات عامه. لا السبانخ عارف السبانخ مهضومه الحق في ال عشان محصوره في السبانخ اللي بالصلصه العاديه او بالحمص محدش هي دي الويكا. ايوه يعني الويكا. هي محصوره في الاسطر. بتدخل عندكم يا شيف في الفنادق ايتم يعني بيخش في حاجات كتير طبعا. غير ان هو يبقى ستافت هل بيبقى يعني ايتم لوحده؟ يبقى انا سمعت عن سبانخ باللحمه المفرومه كمان. اصل هي غنيه في سبانخ بالبيض كمان. طاجن سبانخ احنا عندنا لما يفيد ده ممتاز بصراحه. سبانخ بتبقى طبق واحد فتاني يوم تاكلها ازاي عشان تستفيد بترميش تكسر عليها بيضتين ثلاثه وتاكلها وجبه لوحدها. لا بالبيض بيض العيون. ايوه بالظبط. يعني طاجن نظام بيض عيون وتحط عليها وتدخلها الفرن تاخد الوش بتاعها بيبقى بصراحه حاجه تحفه. احنا كده حطينا الملح والفلفل على السبانخ بتاعتنا والمرق الدجاج. طبعا احنا الوصفه دي مش هتخلص في الفاصل دوت لانها بعد ما هتخلص كلها كده هنحط عليها الجبنه الموتزاريلا وهنحطها في الفرن لمده 10 دقائق فايه هنشوفها هتبقى جاهزه في الفصل التالي. بس هنحط شويه كريمه كمان على السبانخ. هننزل دلوقتي بالكريمه السخنه. بالكريمه معلقه كده عشان ايه؟ عشان القوام بتاعنا يبقى متماسك. طب هو ايه اللي هيربط المكونات دي ببعضها؟ الكريمه ولا الجبنه الموتزاريلا؟ لا الجبنه الموتزاريلا جرنش يعني جرنش. على الوش بتاخد ايه الجريتان بتاعها. هي الكريمه اعتقد اللي هتربطها مع بعضها. الكريمه هي اللي بتربط. الكريمه هي اللي بتربط. ممكن الكريمه سوري يا امال ممكن الكريمه تحط عليها شويه دقيق عشان تربط. ما هي الكريمه هي الكريمه في كذا ربط يعني في كريمه بتربط بدقيق وفي كريمه هو يعني جايب شويه دقيق برضه. ما احنا عشان الكريمه بتربط بدقيق. سوري في بقى عندك سؤال. سوري يا شيف كنت عايزه اقول للشيف بس ان البهار اللي اسمه السماء هو لونه زي اللون البنفسجي كده وبيدي طعم مزازه على ليمون شويه. دايما في بلاد الشام بيستعملوه في كل انواع الفطاير مع السبانخ. دايما لازم يحطوا سماء مع السبانخ. بيتحط على الصفايح وانا جربته في حاجات كثيره جدا. صفايح السبانخ. صفايح والمناقيش والمناقيش والعرايس. ايوه الناس كثيره ما تعرفش البهار ده. بس ده موجود في كل العطارات يعني. طيب نحط السبانخ بتاعتنا عشان تبرد شويه عشان نعرف نكورها. تمام تمام. اهو الجوانتيات ونلبس الجوانت بتاعنا. بس انت واحد ولا واحد ولا ماشي يا باشا؟ انا هشتغل معاك. لا ما تشتغلش معايا. شفت خلاص امال ايه قال لي هيكور يا كريم. طيب هنكور دلوقتي وهنحط الجبنه اللوز من جوه والجبنه من بره. صح كده؟ اللوز والجبنه على الوش يعني نغطس فيها اللوز بحيث ان اللي ياكلها بيبقى فيها طعم اللوز. طب وريني والجبنه طيب. اوكي ماشي اوكي. طبعا هنبدا نكور. تمام هي قوامها كويس كده. تمام على فكره اللي لسه قاعد قدام التلفزيون دلوقتي يتفرج علينا ممكن يفتكرها ملوخيه. مش هتجيب باله من السبانخ. خلي بالك هي سبانخ. سبانخ ده المعلومه. لا الملوخيه قوامها مش كده. الملوخيه ما تعرفيش تعمليها كده. اللون لا انا قصدي يعني اللون ماشي. هو نبات اخضر يعني. هو نبات اخضر او جرجير مثلا. بس طب ممكن الشيف يقول لنا هو عمل ايه سريعا وهو بيكور؟ انا بكور السبانخ. تمام. طبعا هي في كذا حاجه بتتعمل بالطريقه دي بس السبانخ النهارده. تمام في ناس بتحط له مشروم, في ناس بتحشيه جبنه موزاريلا هول بتقطع كده, وفي جبنه بارميزان مثلا. بس احنا النهارده عندنا جبنه موزاريلا وعندنا اللوز. طيب
خلينا ايه يا شيف نخلص علشان وقت الحلقه. ماشي. خلينا نخلص السبانخ عشان نوري بس الناس واحده او اتنين كده ازاي هنعملها. ماشي. قبل ما نحطها في الفرن. ماشي حاضر. كده اللوزه في الوسط. تمام. آه. ممكن بس نشيل المنديل ده كريم. كده اللوزه في الوسط دي هتتاخد زي الشوكولاته. تمام. طريقه جديده للسبانخ. تمام تمام. عندنا جبنه موتزاريلا. جبنه الموتزاريلا نحطها فوق شكلك كده يا شيف. اه على اللوز. على اللوز. السلام. فنان انا برضو. الصينيه بتاعتنا اللي هتدخل الفرن موجود عندك جوه الفرن. اه دي لما تسيح بقى الجبنه. اه هتبقى اللون بتاعها. آه. اللون بتاعها براون مع السبانخ اللون الاخضر. اه هتبقى حلوه. تمام. طيب بصوا احنا كده شفنا الوصفه سهله. سبانخ دي هتتحط في السيرفنج ديش دوت او في البايركس دوت وهتخش الفرن مش هتقعد اكتر من انا ما اعتقدش ان هي لو وصلت 3 4 دقايق. 3 4 دقايق لو في سلافندر اللي هو بيدي الوش على طول. اه مش هت يعني مش, مش كل البيوت فيها بس اكيد كل بيت فيه فرن هتدخل السبانخ الفرن والشوايه وهتسيح من غير اي ماده دهنيه وهيطلع. لا لا ما هي فيها هي متاخده السوتيب بالماده الدهنيه بتاعتها بس عشان لو حد لا لا. طيب ندخلها الفرن يا شيف. ندخلها الفرن يلا. طيب خلونا اتفضل يا شيف. اتفضل اتفضل افتح باب الفرن وخبط الاول بس خبط لكون في حد قاعد جوه. طيب كده الطبق سهل وسريع. هنرجع تاني بعد الفاصل ونوريكم الطبق وهو جاهز وهندوق مع بعض وهنشوف وصفات تانية للسبانخ في حلقتنا النهارده عن السبانخ في برنامج الصباح. صباح الفل.